بص بقى، اهم حاجه احنا هنخش، انت بقى هتروح على الشقه وعايزك تسرق الراديو بتاع ارعاب بيتي. ها بيتي، اسرق الراديو عشان ده بخف وزنه وعالي صوته يعني. وبص الخريطه، ودي الخريطه، هنا مصر وهنا هو لبنان عشان ده انتاج مشترك بين مصر ولبنان، وبعدين هنا هو امريكا، وهنا عند المطبخ، وهنا المطبخ، وانت داخل على المطبخ مالكش دعوه بالتلاجه، مش تقعد تفتح التلاجه وتقعد تاكل بينها. لا انا بحب اتعشى قبل ما اتمسك. برافو عليك، برافو عليك، انا احب الحرامي اللي يصرف على شغله. وهنا كمان السلام عليكم. كبسه. كبسه ايه يا عم؟ كبسه ايه؟ كبسه من مدرس، انت بتذنب، تعالى تعالى. السلام عليكم، وحضرتك الحرامي؟ الله والله والله، بص انا مبسوط قوي اني شفت حضرتك، والله من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي. وحضرتك اشتغلت مع الاستاذ توفيق الدين؟ والله كان هيحصل تعاون يعني، بس ما حصلش نصيب يعني. انا رمزي. انا ارتحت لك قوي يا رمزي. ازيك يا رمزي؟ عامل ايه؟ وانا رمزي نعمه جدا. وانت بتحب الحرامية؟ موت موت، انا بحبهم وهم كمان بيحبوني، ده انا اتسرقت قبل كده مرتين، بيعشقوني الحرامية دول. بقول لك ايه يا رمزي، وانت تشتغل مع الحرامية؟ لا 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 خلاص لا يا عم، ما تعملش دوشة، خلاص بلاش، مش عايز بلاش. لا انا قصدي موافق، موافق يا بابا ستو. انت مرتاح له ده يا عم جده ده ولا ايه؟ لا والله مش مرتاح له، بس هو حد يسندك برضو يا فاشل، يا اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل. انا يا بابا ستو اسنده، انا جربني ده انا اصلا حرامي اصلا. انت اصلا حرامي؟ خلاص وهجربه بقى وخلاص، وانت اطمن يعني ما تقلقش خالص، تعالوا معايا بقى عشان غيرت الخطة. طب وهو ما حضرش الخطة الأولانية؟ ويعني لو حضر التانية هيفهم، ده غبي غبي، بقول لك يعني غبي غبي. أمال جايبينه ليه لما هو غبي؟ بص، مش كل خطة بيبقى فيها نسبة فشل؟ وهو ده نسبة الفشل بتاعت الخطة دي يا فاشل. يا رب افشل، يا رب افشل. طب ما في واحد فاشل جاهز أهو، تاخده؟ نفسك بالشراب ده هتشبهنا يا ابني. اطفي النور هتفضحنا، وشغل البتاع اللي في ايدك دي. لا يا رستم، اهل البتاع دي انا افرض خلصت، وبعدين انا عايز الحجاره بتاعتها احطها في الحصان اللعبه بتاعي بقى. صوتك هتفضحنا. ماشي ماشي، راقب انت الطريق لغايه ما انا اخش اجيب الراديو. ماشي. أنا طريق؟ مش لما الاقي الراديو. ملامح رمزي. بس بس، بقولك ايه، هو انت رمزي ولا انا اللي بحلم؟ لا هو انا رمزي، بس مش عارف اذا كنت انت بتحلمي ولا لا. انا صحي اشرب، بس انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب انت يعني حضرتك صحي دلوقتي تعطلي شغلنا؟ ادخلي بقى جوه عشان خلص الشغل. ودي صوتك هتفضحنا. خلاص خلاص، انا هبقى اشرب في وقت تاني، اسكت انت بقى. ايه الخيالات دي؟ قول انت نايمة. ها الطريق امان يا رستو. الخطة نجحت. ايه يا ابني؟ ايه ايه؟ يلا بينا، الخطة نجحت، يلا بينا. يا جماعة استنى يا رستو، استنى، الخطة لسه ما خلصتش، لازم نجرب الراديو ده اهو. نجربه ايه يا ابني؟ احنا هنشتريه. يا عم اسمعني يا رستو، افرض دلوقتي طلعنا احنا فوق وما لقطش اي قناة ولا حاجة، دلوقتي بابا ستو هيقول لي انزل يا دي رمزي وبتاع، والسلالم عالية يا عم عشان انا ما يهونش عليك، ما يهونش عليا تعبك ابدا، اللهم طولك يا روح. يا نهار اسود، وطي راسي شويه، تسيبني وطاط، وطي انت صوتك هتفضحنا، هو الراديو اعلى من صوتي، تغير المحطه. ايه ده؟ سمعتنا ازاي دي؟ يلا يلا بينا، انت لسه هتقعد تعمل لي كده قدامي؟ صوتك يا غبي. يا جماعه ارجوكم اوعوا تفهموني غلط. امال نفهم ايه؟ وبعدين انت تخصص اجهزه كهربائيه بس، وانت ايه يعني فاتح في شارع عبد العزيز؟ يا ماما يا ماما، بس حرامي سمباتيك ورقه تاني. بابا ستو، بابا ستو، بابا ستو.
انا رمزي، انا رمزي. رمزي ده ولا مفيش ولا الف مبروك، الف مبروك يا بابا ستو، الف مبروك. عملتوا ايه؟ سرقتوا راديو زي ما قلت لكم؟ لا، الواد رستم متمسك تحت، الحمد لله ربنا استجاب له دعايه وفشلنا. فشلنا كان فاشل واحد دلوقتي، بقوا اتنين فاشل، بقوا اتنين فاشل، اعمل ايه بس يا رب؟ استغفر الله العظيم، انا اللي قفلت عليه. المره دي بقى لا تقول لي جده ولا ام جده، انا ظبطتك متلبس، هوديك الاسم يعني، هوديك الاسم. لا لا حرام، بليز يا عادل، ده حرام عشان فتشيك ورقه خالص. ميرسي يا فندم. بيبي بليز اديله فرصه تانية، ما هو اصل القانون بيقول لكل حرامي تلات محاولات. ده في انه قانون ده؟ ان شاء الله قانون البلاي ستيشن. كده يا مفتري تاخد الراديو بتاعي اللي بسمع فيه ام كلثوم وقال الفيلسوف. خش يا فاشل، خش يا فاشل، ورا كل شويه، كل شويه اروح اضمرك واجيبك من حته، كل شويه اروح اضمرك. يا عم اديني الباسبور بتاعي بقى وخلصني، عايز ابعت امي تروح تحج، وانت بقى بلغ عني وسلمني للبوليس براحتك. وانت كنت عايز تروح تحج قبل امك ما تروح تحج؟ طب ده بره، كنت انا عايز اروح احج قبل امك وامي، وكنت في المغرب وبعدين قلت اروح احج يلا. طب انا دلوقتي يعني اراضيك ازاي انا دلوقتي؟ يا جماعه بصوا بقى، يا جماعه بصوا بابا ستو، احنا بقى انا هقول لكم على فكره جديده خالص. أوه. احنا دلوقتي سرقه البيت بقت خطره علينا دلوقتي وما بقتش مناسبه لينا، لان الحراميه الكبار اللي زينا ما ينفعوش في الشقق دي. صح. احنا انسب حاجه لينا سرقه البازار اللي انا شغال فيه اللي هو بتاع دول حبيبي. ها احنا نروح نسرق البازار، ودلوقتي البازار ما فيهوش غير انا، وانا جبان بخاف من الحراميه، فهنسرق بسرعه وكده هون العمليه هتتم بسلام وامان. ايه رايكم بقى؟ وبالمره كنت عايز اسرق حاجه مهمه قوي من البازار. وانت تقعد تقول كلام كتير، قعد ربع ساعه بتقول انا خلاص، انا بقى انا هتصرف انا. وبصوا انا اقول لكم على مفاجاه. ايه العمليه دي؟ انا هنزلها معاكم بنفسي. الله 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 الله، يا اكبر حرامي يا بابا ستو. الواحد بقاله فتره يعني ما سرقش حاجه، بس خلاص بقى قررت اسرق. وبص تعالى اوريكوا الخطه، عند اللي هي اللمبه بتاعت الخطط، بتاعت الخطط واللمبه دي، وانت بتنزلها كده اهو، وبعدين بتطلعها كده وتنور، وتنزلها كده اهو، وتقعد تطلعها كده وتنزلها. وبص بقى العضلات، بص العضلات، بص العضلات. ارنولد عرفته؟ انت فهمت حاجه يا رمزي؟ لا يعني عرفت هنعمل ايه ولا ايه؟ الحكايه دي غريبه، انا حاسس ان في سر معين، لان الحرامي تاني مره نقفشه وجده يمسك الحرامي وبعد كده يرجع تاني الحرامي. اعتقد ان جده فشل في اقناع الحرامي ان الجريمه لا تفيد وان الاصلح العمل الشريف. لا 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 لا، جده ما بيتكلمش بالاسلوب ده خالص، يا ريت يقول الكلام الحلو ده. انا حاسس ان هو اللي ورا الموضوع ده كله. ايه ده؟ تقصد تقول ان جده متواطئ ورا كل اللي بيحصل ده؟ ده مش بس وكده، لا مش بس وكده خالص، لا جده ده لعلمك بقى الراجل ده خطر، وانا شاكك انه في المغرب كان وراه قضايا وان البوليس الدولي بيدور عليه. انا بقى هبلغ فيه البوليس الدولي. لا لا لا، وعارف ايه كمان؟ اصلا جده كان في امريكا، ممكن يكون هناك اتعرف بمستر اكس او اكس بقى واي زد، انا ما تفرقش معايا. جده ده انا مش هستنى عليه لغايه اما مثلا يعمل لي سندوتش مفخخ وياكلهوني، ده الراجل ده مرعب رهيب. تقصد تقول ان هو عايز يعمل انقلاب وعايز يبقى رب الاسره؟ لا 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 لا، احنا لا يمكن نسمح بهذا التجاوز اصلا. انتوا يا ماما اول ناس هتجروا اول ما تلاقوا اول توكه حزام اترفعت عليا، بس انا بقى اللي مش هسكت، لن اسمح بهذا التجاوز. ايه هيرميني بعد كده في المنور؟ لا بصي انا هطلع دلوقتي اتجسس عليه واكتشف بيفكر ازاي، عايز يعمل ايه، اي حاجه اي حاجه. عادل توخى الحذر. سافعل سافعل. انا عندي خطه لسرقه البازار. احنا نروح نكمم عادل ونسمم التماثيل وبكده البازار يبقى في ايدينا. وفين بقى هي الخطه؟ ما قال لك يا عم جده هنكمم عادل ونسمم البازار وبكده التماثيل تبقى في ايدينا. صح. لا انا عندي خطه تانية خالص. ايه؟ احنا نسرق البازار ونقعد نعمل كده. كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى رمز الحيوان. يا عم جدي
ارحمني بقى، اعتقني، نديني باسبوري، نفسي اتوب، نفسي اعيش حياة شريفة يا ناس. ايه يا رسم انت متسربع ليه على التوبة كده؟ هتوب يا عم. بص انت تتوب على العيب احسن، اسمعني. ايوه هتبقى اجازة وهتعرف تاخد اللي انت هتاخده، تمشي بقى براحتك. بص يا ده حرابي، يا ده حرابي، يا حرابي، باسبورك باسبورك هيفضل عدي. وبصر عايزكوا تركزوا في الشغل، عايزكوا تركزوا في اكل عيشكوا. تعالوا معايا، شايفين البتاع دي؟ ايه هنسرقها؟ لا يا قط تسرق ايه؟ دي انا عايزكوا تتدربوا عليها عشان دي اللي هتخش كده وخش كده وخش كده. عايزكوا الاتنين مع بعض شدوا على طول، واحد اتنين وشدوا على طول، واحد اتنين تلاته. كهربتوا؟ انا اللي كهربتها. يلا حربيه. ايه ده؟ مين ده؟ انا رمزي يا بابا ستو. هو عامل حرامي؟ اه. طيب دلوقتي الساعة بتاعت الصفر هتبقى الساعة 13، اظبطوا منبهاتكم. ماشي. معاكم منبهات؟ لا. خلاص نبقى نسرق بقى منبهات. خلاص انا غيرت الخطة، احنا هنسرق منبهات، نظبطها مع حد تاني ونبقى نعمل خطة. خلاص؟ ماشي. اتفقنا على الخطة؟ اتفقنا بابا ستو. يلا بينا. كده يا جدي حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه. خش حربيه، خش خش. برافو عليكم، برافو عليكم. يا ده انا حبيت السرقه قوي، هي والواد رستو. وسرقنا وقشطنا كل البازار والحمد لله، وعمليه ناجحه. شايفته ايه ده؟ انا سرقت البرتبه، سرقت البرتبه، سرق. وايه ده؟ وايه ده؟ انا رسوح، انا رسوح. البنز قراتي اللي فيه كل التاريخ مع الحريم. السرق يا اخوانا، حرام عليكم. مين اللي سرق؟ بس يا بابا ستو، اكيد الولا رستم هو اللي سرق. لا ما تجيش منك يا رمزي، ما تجيش منك، انا كنت معاكوا يا راجل. يا جدعان حرام عليكم يا اخوانا، اعتقوني وبلغوا عن انا حرامي يا ناس. حد يبلغ عني البوليس يا اخوانا. يا حرامي، ودي جايبه منين دي؟ من البلكونه من عندكم يا سريه. من ايه ده؟ انت حرامي، ده انت حرامي. بص يا بابا ستو، دي بقى انا سرقتها من البازار. بص كان نفسي اسرقها من زمان، شبهي بالظبط، صح يا رستم؟ يلا رمزي، حصلت تسرق اخوك. مساء الخير ايتها اللصوص. ايه ده، انت عرفتنا؟ ايه ده، ايه اللغه العربيه اللي دخلت علينا دي؟ انا رانيا سعيد، مندوبه عصابه عادل سعيد لسرقه محتويات غرفه جده. يا خبر ابيض، ودول حبيبي فتح عصابه؟ لا ده انا كده بقى اشتغل معاه حتى لو ببلاش بقى. سلام عليكم، ادي اول سرقه. سلام يا رستو. عربي بالنسبه ليك مستر ثيف. سيف مين يا فندم؟ انا رستم، انا بقيت واحد من العيله خلاص. باسبورك في حوزتنا تحت عند استاذ عادل سعيد، انزل خده. بجد ربنا يكرمك، والله العظيم لا ادعي لك في الحج ولا. رمزي، رمزي. ايه رستم؟ انت هتوحشني قوي يا رمزي. والله انت اكتر يا رستم، احنا مش هنشوف بعض تاني؟ طب ما ناخد موبايلات بعضينا. يا ريت يا ريت. خد يا حبيبي، خد يا معلم. سمعني صوتك بقى. هتوحشني والله. انت اكتر والله. السلام عليكم. يعني الواد الهفق عادل هو اللي جه قلب الاوضه؟ ايوه يا جدو، وبعتني عشان اعمل معاك مقايضه، تسلمه محتويات البازار يسلمك محتويات الغرفه. كده بقى هضطر الجا للسلام مرغما، مش بمزاجي يعني، هرجع للسلام عشان اخد كل ذكرياتي وكل التاريخ بتاعي. بس بعد كده هنتقم، وممكن كمان اولع في الاوضه اللي انا ساكن فيها دي. هنتقم.